حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب حلو كذاب ليه ليه صدقتك ليه تكذب عليا من اول معاد ده حرام القاسي ليه تكذب عليا من اول معاد ده حرام القاسي لو تطلب عيني امشي لك بلاد واجيبهم هديه لو تطلب عيني امشي لك بلاد واجيبهم هديه وفيها ايه لو جيتني تسلم بس إذن عشرة من أهم ممثلات ومطربات زمن الفن الجميل لعبوا أدوار البطولة إلى جانب عبد الحليم حافظ طوال مشواره الفني. من بين هالعشر فنانات تميزت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة يلي تعاونت مع عبد الحليم حافظ بفيلمين، الأول أيامنا الحلوة عام 1955 وهو كان تاني فيلم لعبد الحليم بالسينما المصرية. بعد نجاح فيلم أيامنا الحلوة قرر هالثنائي وبعد سنة بالتحديد التعاون مرة تانية بفيلم موعد غرام يلي أخرجه هاري بركات. موعد غرام هو الفيلم يلي شهد أول بطولة مشتركة وكاملة بين عبد الحليم حافظ وفاتن حمامة، كما يعتبر الدور الوحيد يلي ظهر فيه عبد الحليم بدور الشاب سمير المستهتر يلي بتجمعه صداقة مع الصحفية نوال. هو اعتقد بأنه بيقدر يحظى بعلاقة عابرة معها ولكن هي بترفضه، إلى أنه بيشعر الطرفين بجدية علاقتهم وبتبدأ نوال بتشجيع سمير على احتراف هواية الغناء يلي بيبرع فيها، ولكن مسار الأحداث بياخد طريق درامي حزين لما بتكتشف نوال إن على وشك الإصابة بالشلل، لكنها بتكتم الخبر عن سمير لإكمال مسيرته الناجحة. أربع أغنيات غنيها هون عبد الحليم بهالفيلم كلهم من تأليف مأمون الشناوي، أما الألحان فكانت أغنيتين لكمال الطويل وأغنيتين لكل من محمد الموجي ومحمود الشريف. شغلت بالي ليه بيني وبينك ايه شغلت بالي ليه بيني وبينك ايه ليه بالي ليه بيني وبينك ايه إذن بهالفيلم يلي قام ببطولته عبد الحليم وفاتن حمامة رشدي أباظة وزهرة العلا، قدم هوني بركات مع فاتن حمامة السهل الممتنع، وقدر بركات يصور انفعالات فاتن حمامة وحزنها وفرحها بمنتهى البساطة والوضوح. من الوجوه السينمائية يلي اختمرت بذاكرتنا من الطفولة لليوم وجه فاتن حمامة، ابتداء من يوم سعيد أول فيلم لها مع محمد عبد الوهاب بنهاية الثلاثينات وكان بالوقت عمره 7 سنوات، حتى آخر فيلم قدمته أرض الأحلام. مثل ما لعبت فاتن حمامة أدوار مع أشهر الممثلين، لعبت كمان أدوار مع أشهر المطربين من محمد عبد الوهاب إلى فريد الأطرش، محمد فوزي وعبد الحليم حافظ. صحيح أنه البطولة الطاغية كانت للمطربين بهالأفلام، ولكن تمكنت فاتن حمامة بحضورها من أن تساهم بشكل كتير كبير بإنجاح الأفلام الغنائية.
صدفة لما قابلتك مرة صدفة كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة قال لي جمالك أجمل صدفة قال لي جمالك أجمل صدفة كان يوم حبك صدفة مريم فاتن حمامة بمعظم أفلامها بقيت بصورة واحدة صورة الفتاة الطيبة يلي بوقت ممثلات كتار غيرها عطوا أدوار ونوعوا بأدوارهم كيف قدرت تحافظ فاتن حمامة أو تحصل على لقب سيدة الشاشة العربية رغم عدم التنوع بالأدوار اللي لعبتها؟ مظبوط جوال مثل ما عم قولي صحيح بهديك الفترة فنانات كتار سجلوا تنوع وتجرأوا بأفلامهم أكثر مما نشاهدوا عند مما شفناه عند فاتن حمامة أكثر من هيك فاتن حمامة ما كانت تتمتع بصفات الإغراء الرائجي بوقتها مثل عند هند رستم أو مديحة يسري وما كانت تتمتع بصوت جميل بوقت كانت الأفضلية للممثلات أصحاب الأصوات الجميلة ولكن كل هالتنوع عن بقية الفنانات ما منحهم أسبقية على فاتن حمامة ليش؟ لأنه فاتن حمامة كانت تتمتع بسحر خاص بكاريزما كتير كبيرة كانت تتمتع بالصدق الناضج بأدائها وهذا يلي جعلها تحتل الموقع المتقدم بين النجوم النسائية وإذا كانت فاتن حمامة اشتركت ببطولة أكثر من 100 فيلم ومعظم هالأفلام ما سقطت بالابتزال وهذا هو المهم بالموضوع بكل إطلالاتها الرومانسية والعاطفية يلي توالت بنفس الوتيرة تمكنت فاتن حمامة أنه تتميز بكل لقطة كان عندها سحر الالتباس بالشخصية المبسطة بمعنى آخر كانت فاتن حمامة تعطي الدور البسيط جاذبية الصعب وهذا العبقرية بالموضوع جوال مريم ذكرت انه بفيلم موعد غرام هالفيلم شهد اول بطوله مشتركه وكامله بين عبد الحليم حافظ وفاتن حمامه صحيح. هل هالشيء بيعني انه بايامنا الحلوه كانت البطوله ناقصه بيناتهم كانت هو لما ظهرت فاتن حمامه للمره الاولى امام عبد الحليم حافظ بفيلم ايامنا الحلوه كانت عم بتشاركهم البطوله او عم يشاركهم البطوله عمر الشريف واحمد رمزي وجود هالممثلين بهالعمل غطى على وجود عبد الحليم حافظ بما انه هو كان هيدا ثاني فيلم بمسيرته السينمائيه يعني كان بعده مبتدئ بالتمثيل فكان الفيلم الثاني موعد غرام هو الأساس بتجربة عبد الحليم وفاتن حمامة المشتركة واعتبر هالفيلم البطولة المشتركة الكاملة بيناتهم وبالوقت اتمنى الجمهور انه ترجع تتكرر هالتجربة ولكن طبعا ما تكررت للأسف حلو الفيلم اليوم وحلوين أبطال ومنسي أكيد طبعا شكرا لك مريم بون ويكاند نشوفك التنين الله رأي. بظل عدم توافر فرص العمل أمام الشباب اللبناني يلي عم بيتخرجوا من الجامعات لابد من محاولة جديدة لفتح أفاق جديدة اليوم رح نتابع تحرك حمل عنوان صحفيون شباب يدافعون عن التغيير وتحت الشعار كان تحرك لطلاب الصحافة تفاصيله بهالتقرير صحفيون شباب يدافعون عن التغيير هو عنوان الحملة اللي أطلقها مجموعة من الصحفيين الشباب المستقلين والهدف من خلاله هو إلغاء المرسوم 74 يلي بيحدد عدد المطبوعات السياسية المسموح إصدارها وبالتالي بيحرم الصحفيين الجدد من تأسيس أي جريدة سياسية هالحملة كانت بتنظيم من مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية حيث استعرض أبرز ما تم إنجازه خلاله ضمن مؤتمر صحفي عقد بنادي الصحفي اليوم نسوي مؤتمر صحفي لنعلي الصوت بشأن المرسوم رقم 74 الصادر عام 1953 اللي حدد عدد المطبوعات الدورية السياسية ب 45 مطبوعة وألغى أي ترخيص آخر وهذا الشيء هذا المرسوم يتعارض مع الدستور اللبناني اللي بقول الدستور اللبناني حرية التعبير وجود الصحافة معنا صحافة شبابية بتحكي باسم الشباب كلها صحافة بتحكي باسم الأحزاب والسياسيين فمن خلال هذا المؤتمر رح عم نطالب الصحافيين كمان والإعلام اللبناني انه يوقف معنا بهذا المشروع اللي احنا بلشناه ونكفي سوا لنقدر نوصل لهذا الهدف هو إلغاء المرسوم إلغاء المرسوم هو بخلينا نفقي او بيفتح لنا باب لبعدين انه نحن نقدر نقول كلمتنا مثل
مثل ما نحن بدنا، يعني آرائنا نحن نحطها أو أفكارنا أو whatever، يعني شو كانت القضية. نحن إذا قدرنا نلغي هيدا القرار أو نعدل حتى فيه، حنسمح للشباب اللي جاي اللي عم تتخرج من الجامعات اللي صار عددها كتير كبير إنه نوسع ونشتغل أكتر وننشئوا هني جرايد يعبروا عنا، يمكن تكون حيادية، يمكن تحكي بموضوعية، ما ضروري تكون منتمية لأي جرايد سياسية أو جهات أو أحزاب. يعني أكيد هلأ طلاب الجامعات بهذا الأيام، يعني مع السيطرة السياسية والأوضاع اللي عم يشهدها البلد، عم بيكون في أكيد ظلم بحق الصحفيين الشباب بظل التبعية السياسية والقيود المفروضة على الصحف، وما عم يقدروا يعبروا بموضوعية وعم ياخدوا حقهم. ومرحب بضيفنا الاول اليوم جورج عيسى، مدير شركه برودكشن فاكتوري. صباح الخير جورج. صباح النور. موعد سنوي عم بيتكرر، هي رابع سنه بنستقبلك تنحكي عن اعياد بيروت او بيروت هوليديز بس نسخه 2015، صح؟ صح. هلا في اشياء مختلفه عن سنه الماضيه، بدنا نحكي بالتفاصيل. اول شيء اللوكيشن نقلت، اللوكيشن صارت بالبيال، بعدنا وسعنا صرنا بالبيال بالووتر فرونت بعدنا، بس كونه في اشغال انفراستراكشر بالموقع نقلنا لمجمع البيال. اكيد في افانتاجات انه مكيفه ويندور، هلا ما عندي يمكن الاوت دور فاسيلتيز اللي احنا بنشتغل عاده، ولكن محلها كثير حلو وكثير وكبر المحل كمان. جورج، سنه الماضي البومينج القوي اللي عملته هو جورج وصوف بعودته الى المسرح الغنائي، السنه شو الجديد؟ السنه عندنا برنامج كثير متنوع منوع. وخلطين شوي كمان العربي بالاجنبي، يعني دائما بتعرفوا عيد بيروت هي الحفلات او المهرجان يلي اكثر شيء بيستقطب مغنيين لبنانيين. السنه رجعنا لوائل بعد نجاحه من سنتين مبلشين فيه المهرجان، رجعنا ب 18 تموز. 18 تموز عندنا ب 20 عادل كرم عامل ستاند اب كوميدي حلو كثير ومحضر له طلعته حلوه. ب 20 عندنا ب 22 عندنا ميشيل فاضل وراول دي بلازيو اولموست فولي بوكت صارت الحفله، يعني بعد في يمكن شي 200 تيكت بس من اصل 3000 وكسور. دونك عاملين دويل على المسرح مع اوركستر حلو كثير كمان، هيدا بنصح كل اللي بعد اللي بحبوا هالنوع الموسيقى الكلاسيكيه المودرن يروح ياخذوا دغري تيكتهم لانه ما عاد في غير 200 تيكت. ب 25 شهر لاول مره بعيد بيروت نجوى كرم كمان عامله شو رائع. قبل ما تكفي جورج بعرف انه كتار الاسامي، خلينا نرتاح شوي بنشوف مشاهد. يلا اريح لي بكثير نشوف مشاهد. Energy Music Tour 2015 on August 1st at BL. Ready? Lost Frequencies. Raluca. Fady. Mohambi. Anthony Tuma. Sandra N. Ella G. Cade Bassani, Sam Martin, Red Foo, and I know it. The Energy Music Tour 2015 on August 1st at BL. Tickets available. Muhammad Asaf, Asmara, Rweida Atiyi. ربيع بغل، خايف سميكي عمري، ربيع جميل، الله عليكي شو سريعة، فادي حرب، باكي شو باكي، موري حاتم، احكي مع حدا، جنى حبيبي وحبيبي، ميليسا، اجمل حياة، ماجد مصطفى، نحن اتفقنا نبقى، مايا نعمة، سعد رمضان، سوني ملايا، حازم شريف، جهاد شويري، عامر زيان، وختام الحفل مع نصيف زيتون. مهرجان أغاني أغاني الأغنية الشرقية 3-4 آب بالبيال، واجهة بيروت البحريكي. تباع البطاقات في فيرجن تيكتينج بوكس. مهرجان أعياد بيروت يقدم بالبيال واجهة بيروت البحريكي. 18 تموز وائل كفوري. صار الحكي بيناتنا
20 تموز عادل كرم هيدا عادل ستاند اب كوميدي، 22 تموز راؤول دي بلازيو وميشيل فاضل، 25 تموز نجوى كرم، 27 تموز أليساندرو سافينا، 28 تموز أنجس أند جوليا ستون، 1 آب أنرجي ميوزيك تور، 4 آب أورينتال نايت، ستة آب مشروع ليلى. تباع البطاقات في فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. هناك كثير شفنا الوعيد بس مش تركين حدا، مش مثل ما بيقولوا راضين كل الأزواق، يعني في حصة كبيرة للشباب. نحن دائما بعيد بيروت مثل ما قلت منخصص الفنانين اللبنانيين، منخصص الشباب ومنخصص اللي بيحبوا الموسيقى مثل أنجلس جوليا ستوني، هي موسيقى الفولك الحلوة كثير يعني، وعندها كثير كثير كمان رواج جمهور منتابع. وين صرنا كنا؟ نحن كنا وصلنا خينا على النجوى، بتمنى ب 27 عندنا أليساندرو سافينا كمان كونسير عم بيفول، بنصح اللي بيحبوا البوب اوبرا يعني أليساندرو من المغنيين الاوبرا اللي كثير ترندي هلا، يعتبر احد ثلاثه اكبر بوب اوبرا بالعالم، بحب كثير لبنان، وهدي يمكن ثاني او ثالث مره بيعمل بزور لبنان. ب 28 في حفله لكل اللي بيحبوا الفولك ميوزك، أنجوس جوليا ستون كثير جاي من استراليا، جاي من استراليا عندهم تورني وورلد وايد، جماعه كثير يعني في عندهم مستمعيهم، وانا بلاقي من احلى الحفلات اللي كنت عم تنعرضها صيفيه بلبنان. بواحد اب حضرنا هلا البروموسيون انرجي تور، بتجمع باتش ورك عن نجاحات السنه الماضيه، حوالي 12 او 15 مغني اجنبي كمان ترندي لتين ايجرز، هول بليله وحده، هول بليله وحده كم 15 يعني كل واحد اي ساعه ببلش اول شيء؟ ببلش 9 و نطلعوا الضوء هلو ما جرى يعني الاهل رح ينبسطوا كثير، ايه رح ينطروا اولادهم برا، ودائما انرجي فيها سيكتور للتين اللي ما فيها درينك. بس قديش معقول يغني كل فنان يعني وقتها بتكون السهره بتبدا ربع ساعه او ثلث ساعه لكل فنان بيطلع؟ معظم هالفنانين عندهم ثلاثه او اربع اغاني هيتس بيغنون يعني، وجمعنا حتى انا معهم كمان المطرب اللبناني نفس الشيء ثاني مره بيشارك باعياد، ثاني مره كان عنده كونسرت كامل من 4 سنين، والسنه مشارك كانرجي. هلا بنفس الطريقه بعتقد كمان للامسيه الشرقيه اورينتال نايت، كمان هيدي بتنظمها تيو تو سي باطار عيد بيروت، كمان بتجمع المطربين الصاعدين اللبنانيين والعرب، عندها كمان جمهور حلو كثير ومهضوم كثير، لانه هدول كلهم كمان امال لبعدين يعني. هو اي نهار الاورينتال نايت؟ 4 آب. اوكي بعدين وبنختم باللي انا بعتبره من اهم الفرق الروك اللبناني، مشروع ليلى يلي شفنا اطلاقته من حوالي 7-8 سنين بمهرجان الجبال، وصار اليوم من احدى الجروبات اللي عم بيغنوا عالميا، احترفوا هالموسيقى وعم يعملوا ريزلت، هن اصلا رح يكونوا بتورني وجايين يغنوا بلبنان ومكفيين تورني تبعهم يعني، صاروا هلا لبنان واحد من محطه من محطات الجوله تبعهم، جوهم حلو موسيقتهم حلوه وصار عندهم جمهور كبير جدا. في كثير مهرجانات بالبلد جورج، شو بيميز اعياد بيروت؟ بعرف انه يمكن في تنسيق بيكون مع باقي المهرجانات ولا لا؟ اول شيء الحمد لله في مهرجان بالبلد يعني، بس شوف الـ 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 الاطار اللي احنا عايشين فيه بهالعالم العربي اليوم يلي مش معروف خلص، وتشوف انه بلبنان بعده اللبناني بتهافت وبيشتري بطاقات وبيحضر حفلات وبيتثقف ان كان فنيا او غنائيا، بتقول ان يلا هالبلد اللي بعده عم يشتغل. اليوم في كثير ظاهره المهرجانات، واليوم عم تكبر على المناطق يعني، كمان عم نشوف بالقرى، عم نشوف مناطق جديده عم يصير فيها مهرجانات جديده، وكمان هيدي واعده مش غلط يعني. اليوم سوء الحظ كله عم بيصير بشهرين بالصيفيه، هذا الموسم الان يا ريت بيكون فيها شويه طلع، عم نجرب نشوف كيف نعمل نمد لايلول شوي حسب الطقس، لكن هلا كمان مع بالتزامن مع شهر رمضان يمكن شوي دفشت المواعيد، عم بيضطروا يزركوا بعد رمضان. انتم كان فيكم يمكن تمدوا شوي لايلول بما انه اندور سنه وتستفيدوا شوي من لوكيشن جديد؟ كان فينا، بس معظم اللبنانيين اللي بيكونوا جايين من برا عم بيجوا بجويه ويعني بتموز واب، بنحب نحصر هالوقت. هلا بالمقابل كثير المهرجانات اللي بنفس المناطق عم ننسق مع بعضنا،
بالنسبه للتواريخ نجرب ما يكون في بنفس السهره بنفس الليله تاريخ سهرتين لحتى تكون الشغله. بس بدي اقول انا قد ما كان في حفلات وقد ما كانوا ماشيين وقد ما كان في مهرجانات عم تطلع هذا كله دليل دليل خير ودليل طبعا عافية. بعدين بباقي المناطق لما يصير في مهرجانات بباقي المناطق خصوصي القرى وهيك بتنشط السياحه جباليا مثل ما بيقولوا احسن ما تضل. اكيد انا في مناطق ما يعني عم بتعرف عليها بالمهرجانات يعني اليوم السنه في مهرجان البيت عم يطلع بطريقه حلوه كمان ممكن بقاب في مهرجان تنورين عم ينحكى فيه غلبون هودي كلها مناطق حلوه صح نيه. يلا هلا رحنا لكينا الموعد مع اعياد بيروت الافتتاح رح يكون مع وائل كفوري ب 18 الشهر وتابعنا نحن باخبار الصباح دائما بنذكر بابرز المواعيد نحن اصلا من دائما متكل عليكم وانتم بتاثروا معنا بهالموضوع ميرسي لك جورج عيسى مدير شركه برودكشن فاكتوري وناطرينك سنت الجاي نشوف شو بتحكي هلا هلا ثانك يو بريك وبنرجع لاخبار الصباح